زي ما كنا بنتابع جولات وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال لشرم الشيخ لمتابعة الأوضاع هناك، وطبعا كل المطارات والمواني رفعت درجة استعدادها لاستقبال طبعا كافة الوفود الأجنبية والعربية اللي هتشارك في المؤتمر بإذن الله. معانا على التليفون أستاذ محمد رحمة المتحدث باسم وزارة الطيران المدني. مساء الخير يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا فندم. يعني زي ما كان سيادة المحافظ بيتكلم على مطار شرم الشيخ، أنا عايز أتكلم بشكل عام مطار شرم الشيخ والقاهرة، مدى جاهزية مطاراتنا وموانينا لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر بإذن الله؟ طبعا انا برضو هاخد من كلام سياده اللي هو خالد فود. الحقيقه موضوع التامين طبعا على اعلى مستوى في المطارات، في مطارات القاهره وفي مطارات شرم الشيخ، وعشان كده انا بنتهز الفرصه ان انا مع حضرتك على الهواء وبقول للضيوفنا المسافرين المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ان هم ما يتاخروش في القاهره، لان الاجراءات الامنيه طبعا احنا عارفين ان دي اولويه اولى، فعشان الناس تاخد الرحلات في مواعيدها نتمنى الناس تبقى موجوده في مواعيدها في المطار ما تتاخرش على الرحلات. احنا دلوقتي الحقيقه في مطار شرم الشيخ، سيد وزير الطيران طيار حسام كمال في ارض المطار، احنا برضو بنتفقد سير الخطوط الوفود سواء الوفود الرسميه او الوفود التجاريه اللي مشاركه في المؤتمر. يعني العاملين الحقيقه في القاهره وفي شرم الشيخ حاسين انهم بيأدوا اولا واجب وطني، حاسين ان احنا بنساهم بشكل كبير في صورة مصر، لأن احنا مدخل مصر سواء في القاهرة أو في شرم الشيخ للوفود المشاركة، حاسين إن علينا مسؤولية وعبء كبير، ولكن الروح المعنوية عالية، وحاسين إن احنا إن شاء الله هنقدر ننفذ الخطة اللي وضعناها لسفر ووصول الوفود بشكل إيجابي. النهارده 21 رحلة، لغاية النهارده احنا لغاية دلوقتي احنا نفذنا 16 رحلة، يتبقى 5 رحلات على مدار الساعة لغاية الساعة 12 بالليل. نسبة الانتظام عالية جدا، طبعا احنا شايفين بعض الوفود توصل لمطار شرم الشيخ تباعا، وان شاء الله بكره عندنا كثافه التشغيل، بنتكلم على 26 رحله على مدار اليوم من القاهره غير الرحلات الدوليه. انا عايز اتكلم استاذ محمد فعلا على موضوع عدد الرحلات ويعني دوريتها، وهل تم ابلاغكم مثلا بالوفود او اللي هيشاركوا اعدادهم قد ايه، فبالتالي مظبطين عدد الرحلات ولا الكلام ده هيكون وفقا للحال؟ يعني احنا حضرتك لو تفتكري احنا كنا بدانا من اسبوعين تقريبا، كان عندنا على مدار اليوم 12 اللي هو اليوم الخميس كان 16 رحله، وكل ما نلاقي في طلب على الرحلات بنزود رحلات. طبعا انت عارفه حضرتك امكانيات وصول مصر للطيران، ومصر للطيران متعوده على ضغط التشغيل ده في مواسم الحج والعمره وفي مواسم الاجازات، فاحنا يعني كشركه هي عندها القدره انها تنور بطرازاتها وانها تشغل رحلات اضافيه بشكل كبير، واحنا حتى هذه اللحظه عندنا استعداد ان احنا نشغل رحلات اضافيه في حال طلب ذلك سواء في السفر او في المغادره من شرم الشيخ. طيب غير الرحلات بقى، الناس نزلت على المطار، الاجراءات بقى تيسير كل المسائل المتعلقه ب يعني خروجهم بالسلامه كده واتخاذهم طريق المؤتمر. يعني انا اللي انا عايز انقله يمكن كان سياده اللواء خالد فود اتكلم عليه قبل كده، انه الحقيقه روح الناس حاسين انهم كل واحد في مكانه، سواء امن مواني سواء جمارك سواء جوازات، حاسين انهم بيساهموا بشكل او باخر في ان المؤتمر يخرج بشكل ناجح. ففي الحقيقه يعني مش عايز اقول لحضرتك ان ما فيش مشاكل خالص بتواجه الناس في الوصول والسفر، الناس عندها المرونه الكافيه انها يعني لو في اي طارئ حصل انها تمتص هذا الطارئ وانها تتعامل معاه. لغايه دلوقتي ما عندناش اي شكاوي في السفر او الوصول، واعتقد ان شاء الله ان احنا بكره بنهايه اليوم نبقى يعني نقلنا معظم وفود المؤتمر، وهيتبقى جزء بسيط جدا يوم الجمعه الصبح ان شاء الله. واحنا بدورنا بالتاكيد هنتابع مع حضرتك يا استاذ محمد، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا ومشاركتك في الحياه اليوم. شكرا استاذ محمد رحمه المتحدث باسم وزاره الطيران.